مشاهدينا اهلا ومرحبا بكم معنا، وحنا في هذه الاتلاه كانت كنتواجدوا بمنطقه البرنوصي بالعاصمه الاقتصاديه الدار البيضاء، وبالضبط في هذه الحجره فين كتسكن سيده والابنه ديالها الوحيده. سيده كانت بصحيحتها مشات تصلي الجمعه، ركبت في الطاكسي راجعه لدارها، ملي بغات تهبط لصق ليها الكاب ديالها مع الطاكسي، الدفعه طاحت، الطاكسي هرب، تهرسات من المرود ديالها، دارت الحديد. ملي دارت الحديد بقات جالسه ما كتنوضش، من بعد ما بقات جالسه تحفرات ليها كرم الله وجهكم المؤخره ديالها، لدرجه ان القولون ديالها كيبان، كرم الله وجهكم الغائط ديالها كيبان، يعني كتعيش واحد المعاناه اللي صعيبه صعيبه بزاف. وما هذه هي البركه ديالها وهذه هي النعسه ديالها، ما كتنوض ما كتحرك، والابنه ديالها كتشتغل في الميناج، يعني صعيب باش تعالج الام ديالها وصعيب باش تباشر العلاج، يعني المصاريف كبيره كتطلب. عيطوا على ممرضه باش تنظف ليها البلاصه. الممرضه مني شافت البلاصه قالت لهم ما يمكنش نحط ايدي، هذا الشيء خصها ضروري طبيب، لان حتى البلاصه زراقت، والله يجازيها بخير. هي اللي اتصلت بمنبر شوف تي في وقالت لهم لا ما عندكمش، ديروا نداء ربما المحسنين يسمعوا النداء ديالكم ويعاونوكم. الرقم 06 73 25 89 70، 06 73 25 89 70، 06 73 25 89 70. هذا هو الرقم ديال العائله، وفعلا كتستحق المساعده، لان ما قدرناش نبينوا الصور لانها صادمه، ما قدرناش نبينوا الحاله ديال السيده لان صعيب الحال وصعيب صعيب بزاف. راه ملي كتشوفي ديك الغار اللي دارت الحفره، راه كيبان لك كل شيء اللي لداخل، كيبان المصران، كيبان كل شيء. نتمنوا ليها الشفاء، حتى داك السرير الطبي ما عندهاش. السلام عليكم اختي. واخا انا قلت غير باختصار، عاودينا الحاله ديال الام، الام ديالك شحال من 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 عام وهي هكا؟ نتمنوا ليها الشفاء وعاد النداء ديالك. سلام، تفضلي. من شهر جوج وهي دارت. شنو اللي وقع ليها بالضبط؟ دارت كسيدة، ضربها طاكسي، هرب. ملي هرب دار الكاب، دار على الطاكسي، سدت عليه ملي هو زاد، ملي زاد جرها شوية، ملي كيقولوا لي الناس وقف وقف وقف، ديك الوقت اللي وقف خرج الكاب، سد الباب، مشى فحالو. صافي أمي بقات تما من شهر جوج وهي هي هكا راكدة. شنو اللي وقع ليها؟ ترسات من المرود هنايا، من المرود هنايا. نعم. جيتها للكلينيك، درت ليها العملية، عاونوني شي ناس. ملي درت ليها العملية درت وقعي على أمي، علاش خدامة خدامة على أمي؟ ما عنديش غادي يكون بيا، ما كاينش. فاش خدامة؟ خدامة ميناش. مساعديني الناس خلوني على 11 جو طلع عليها، ما عندي حتى شي واحد إلا الله سبحانه. واخا تفضلي، كنعتذروا على تقطع الفيديو لان ما كاينش ريزوج بزاف هنا. واخا تفضلي، قلتي عندك غير ما يمتك في هذه الدنيا، الله يخليها لك. ما غاديش عيط للسيده باش داو زعما تداوي لي ولا شحال، صافي قالت لي ما نوصهاش، خاصك صبير، ما كاينش اللي غيعاونني. قلت صافي انا غادي نتكلف، هي باش عيطت لكم الله يزيدكم في الخير. احنا نديروا على الواجب ديالنا. قلتي ما كنقدرش نعس، انا عقلي في الخدمه مع امي وانا في الدار وعقلي في النعاس. انا كنشوف انا عسى هكا باركة، بنادم كيتقلب هوك وهوك، هي كاش ملي كنحيد ليها المخده بالزر رجليها صافي كتبقى تحك، داكشي كتعس بحال عصب. الله يا اختي، ورجليها تنفخو كاملين. تنفخو ليها رجليها بزاف، مابقاتش تنوض، مابقاتش تخرج، مابقاتش دير حتى شي حاجة. حتى داك الناموسية الطبية، السرير الطبي ما عندها.